السلام عليكم يا اهلا بشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. رجعت لكم بفيديو جديد للعبه اندي، ايضا في تجربتي حق العاب الاندي، وانقل تجربتي لكم. اللعبه اسمها دندرة رايز اوف فير. اللعبه هذه اصدرت بسنة 2018 على جميع المنصات ايضا، وايضا على اجهزه الهواتف المحموله الاندرويد والاي او اس. خلونا نبلش اللعبة الحين، بس يا ريت قبل ما نبلش تضغط على زر اللايك وتشترك معنا في القناة إذا ما كنت مشترك، وأيضا تدخل على متجر الهب store.الهب.me، راح تشوف في منتجات خاصة بالهب والجيمز، اطلب وين ما تكون وراح يوصل لك. والحين هنبلش، حياكم. ونقول الحين start game، عطنا new game. حلو، يعلمني الحين اني اضغط الانالوج واحدد البوزيشن اللي ابي، وهذه الطريقه شوي احيانا تكون صعب، مو صعبه يعني، يمكن مزعجه بالحركه شوي بالانالوج، خاصه اذا كان فيها بعض المراحل تكون سريع. انا قاعد احاول اني اكون سريع كذا ما اقدر. شوت مربع، حلو. لا نروح عليه اكس، ممتاز. الهدف اتوقع اني لازم اوصل حق مكاني، ولكن ما ادري شو الموضوع، شو الطبخة. لو نروح هني، نروح فوق شوي، نروح فوق. هذا قفل، فتحنا الباب، ما ادري اي باب. عموما اتوقع عمر اللعبه ما اتوقع طويل، اذا حسب اللي قريت اعتقد 7 ساعات الى 6 ساعات تقريبا. اوكي، لازم افتح القفل اللي تحت وبعدين اروح هني. ممتاز. توقعت بالفيديو اللي شفته كنظره اولى حق اللعبه، توقعت ان التحكم صعب، بس طلع شوي يعني. شنو صار؟ فلاج شوي سهل يعني. ممكن لا الحين ما اقدر اروح. لاحظ ما في شيء اقدر اتعلق عليه عشان اروح، فاضطر اني اروح تحت. وهني مسكر، ما يوصل. لك مسافة معينة. حلو، تقدر ترجع مرة ثانية نفس المكان، ولكن راح نروح الحين. اي شنو هذا؟ لا 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 لا، انا مستحيل وايد. راح اموت، شلون ادش هناك؟ ما يدش. دندرة، اعتقد اسم البنية دندرة يمكن. لازم ما تستعجل بحيث انك تشوف. اوه وينه؟ تعال هنا. وهذا ايضا انا توقعت اصعب من شي، بس لا، كان الحركه شوي سهله. فكرتها اوكي يعني، فكره الحركه حلوه لا باس فيها. حل فجر 3 يعني. بسرعة، لازم افجر 3 قبل ما يرجعون الى اللون الاخضر. طيب 1 2 3. ما اقدر اعدي. اوكي تحت. والله طيب، انا قاعد اقول مو معقول اني راح امشي كلهم. اوكي يعني مو ذاك المشكله.
صح الباب هذا. اوكي هذا الباب راح يوديني حق المفتاح، المفروض راح اصعد من فوق الحين، اعتقد يوديني حق المفتاح اللي ابي. توقعت اني شان شوي اصعب شيء، بس طلع سهل انك تتحرك اسرع. راح اموت طق واحده واموت. هذا المفتاح ممتاز. اوكي الحين فتح لي هذا عشان اقدر اعبر. لازم ارجع الحين ان شاء الله ما يقول ارجع من تحت. اتوقع لا 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 تكفى يا معود. لا خلاص اي والله راح يقول ارجع من تحت. اوه طلع معاهم سجاجين، يعني نوع من التشالنج. لازم تكون سريع كذا ما تقدر. اي اي قلبي يا دندره جيم اوفر. ريتيرن تو فلاج. اوكي تشيك بوينت ممتاز. اذا اني ادري اني اموت كان مت من زمان، ويت على طول هني تشيك بوينت والارض عندي جاهزه. حلو الكلام. كم خلنا نسميه فارلينك شراين. سولز يا حبيبي سولز سولز والله سولز. لما اروح فايرلينك شراين فلاج. لا شو سويت انا؟ اوكي دندره تضبيط الدندره. ليفل 6 احتاج اني ارفع الاتش بي بقيمه 420. ايضا عندي هنا اشياء راح تفتح بعدين اقدر اركبها. ما عندي 420، عندي زيرو سولت، عندي صفر ملح. ميموريز ما عندي ميموريز. اوكي هذا الشغلات اللي مروا علي. طف شنو هذا؟ شوف ارتست. اروح فوق ولا تحت؟ شو مكتوب؟ برايم وود. اوكي معنا في طريق ثاني فوق. اشوف اذا فيها خريطة او لا. لحظة ما فيها خريطة ولا حد الحين ما اشوف خريطة ما ادري. عموما كنز او صندوق شلون نفتحه. عموما اتوقع في باب هني. اوكي ما اقدر اعبر. هذا يمكن يحترق بعدين. سهلة ما يبي شيء هذا. بس والله يعني احس انها زوينة. مبدئيا احس انها زوينة. شلون طق هذا؟ فوق. اعتقد سولت. ابي اعبر تحت. اوكي بسيط. اخ الشاشة تقلب. بس لحظة لا 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 اصبر. اسمع صبرك علي يا ابن الناس. ماكو شيء. اوكي سولت قاعد بحب يطلع لي سولت. المفروض ان الارض تدور هني. لا والله ما دارت. مسكر. اوكي دخت. حلو. والله مو وايد، 8 بس. ايش دعوة؟ خلاص.
400 كم؟ 400 وشيء عشان اقدر ارفع ال HP. اعتقد يمكن بعدين راح يفتحون اسلحة ثانية اتوقع يعني. حلو كنز هني. لا 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 بسرعة 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 شوك. اهي طيب شلون؟ اروح يمين لازم. اوكي صندوق. ما ادري شنو هذا بس شكله ارو السهم اللي تحذفه. صار اربع كان اعتقد ثلاثه. اوكي 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 لحظة. شلون يعني؟ ما اتوقع الطريق هذا. اتوقع اذا بشوف الخريطه يعني عشان اعرف طريقي وين. ما اقول ما في خريطه يعني. اوكي عاد طريقي صح يعني. صار كذي طريقي صح. في شيء روحنا فيها. والله عجيب النحشه. لا ينكسر هذا الخارج. روك اوف توكسيك او اعتقد هني يحتاج يمكن شيء عشان نكسر الصخرة هذه. بعدين وين اللي كان فيش في واحدة اعتقد لحظة يا بابا اعتقد الصوب. لا ايوه هني هني بس دعوة شو نستفيد يعني. صدق في 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 دخلة حق هذا. هذه الدخلة هاي. لحظة لا ما في طف. رجع مرة ثانية مشكلة. والله قمت اتعود على الحركة. ما فيني ما يعدي. لا يا حبيبي
فلاج، والله الفلاج عند الكامب. راحوا الصوت اللي هذا اللي جمعتهم صولات. اوكي يا خالد ذاك كان مسكر علي. اوكي اشارات. اعتقد طريق ذاك كان غلط. والله حساب اضاع صولاتي. اعتقد طريق صح. بطيء وايد كنت. كهرباء هذا. خريطة ماب حلو. شلون نشوف الخريطة والله؟ اوكي. انا هني. هذا كامب. هذا المكان فوق ما رحت له. خلنا نصعد فوق. في طريق مني طريق مني اوكي. شلون الحين انا اعرف اي باب؟ ان شاء الله راح تفتح بعدين. الخريطة ضيق ما أدري. طيب والله تدوخ الحركة شوي. اي صوب اوكي. مالي اليمين. حلو. نروح فوق. في شيء باب ازرق هناك اعتقد او شيء. اعتقد طريقي غلط او شيء. انا مسكر هني. والله حكيت ما اقدر انزل هذاك الصوب. والله فيها صعوبة شوي. اوه الصوب اعتقد ايوه. اوه هذا الصالات كامل. Thank you.
أغشك. لا تسألني شو رحت من وراء. والله ما ادري شلون يعدون هالمكان. عموما راح اوقف لحد هني. ضعت يبي لازم اعرف الطريق شلون الطريقه هذه. فكتبوا لكم تعليقات تحت اذا عجبتكم او لا. لا تنسوا اللايك سبسكرايب شير حق القناه. اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. شكرا، مع السلامه.